اليوم حفل اختتام كبقية السنوات تقوم به جمعية فعل الخيرات، والعدد ما شاء الله يعني ما قليل. اي نعم، الحمد لله والشكر. يعني هاي كل سنة تنعاد نفس الحفل، واقبال ما شاء الله العالم يعني تجي من الايمان من هذا الجانب، والحمد لله. عملية الختان يعني اليوم مش قد كانت لحد هسه تقريبا وصلت 15-16 يعني اسم. اي نعم، اكو اطباء مشرفين على اي نعم نعم، دكتور موجود، دكتورين جوا. شنو اللي تنطون للطفل هدايا؟ يمكن هدايا. اي نعم، هدايا، هديه ودشداشه للطفل وياخذها مع بعد الختان. جمعية فتح الخيرات تقوم بالظهور خاتم مجاني للاطفال في منطقه صله الارحام حي الصديق، مجاني مجمع اليتامى صله الارحام، والحمد لله. وش وقت بديتهم بهاي؟ بثمانية ونص احنا باشرنا موجودين، فجأة تجينا الناس هذه، شوف هاي من حي انتصار من الميثاق جونا. اكو اقبال من اي لا الحمد لله، وبتليفونات حجز هسه راح نجيك هسه نجيك. جبت الطفل هذا حجي؟ هذا ابن بنت البنتي يعني احفاد احفادي، جيت واطهره بصلة الارحام. الله يحفظه ان شاء الله، اللي عيسعى بيه لهي الشغلات خلف الله علينا، وعيساعد المظلومين الفقراء المحتاجين والايتام. كمل له بعد؟ لا بعد ما طهرنا له. بعد ما اي والله ما طهرنا له. هذا حلوه هلا. اي والله، اي والله الحمد لله. ان شاء الله يكبر بعزكم. ان شاء الله وبعز الطيبين والناس الخيرين.